أكد الكاتب الصحفي عضو مجلس الشيوخ المصري محمود مسلم أن القضية الفلسطينية ما زالت مستمرة، ومستوى الدعم المصري لفلسطين هو الأعلى في العالم. وقال مسلم إن مصر من أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية، وتحاول بكافة الطرق وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والوصول إلى حل الدولتين. يعني النهاردة أعتقد أن الحضور بيؤكد أن القضية الفلسطينية في وجدان وضمير كل مصري. هذه القضية التي دفعت مصر من عبر التاريخ الكثير من الشهداء والكثير من الدماء والكثير من الأموال من أجل هذه القضية، وما زالت مستمرة في هذه المرحلة، وكانت فرصة أن احنا نبرز الدور المصري من أول يوم حتى الآن، سواء على المستوى السياسي، سواء على المستوى الدبلوماسي، سواء على المستوى الإنساني والمساعدات التي تقدمها مصر وهي الأعلى من على مستوى العالم كله. وفرصة أيضا نؤكد الدور اللي لعبته مصر للساعد في تغير أو في تحول اتجاه عدد من دول العالم والرأي العام العالمي الخاص بالقضية الفلسطينية خلال الفترة الماضية، خاصة أن القضية ما زالت مستمرة والحرب ما زالت مستمرة، وما زال نتنياهو يراهن على تواجده على مقعده من أجل البقاء على مقعده، ما زال يدفع الدماء أو يمتص دماء الفلسطينيين ليجلس على مقعده. وهي الحيلة التي تحاول فيها مصر بكافة الطرق لوقف الحرب وأيضا حل الدولتين.